السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نسلط الضوء فيها على قضية إنسانية فرضت نفسها وأصبحت محل متابعة واهتمام. تقول ميليشيا الحوثي والمخلوع أن سبب ظهور الأمراض والأوبئة والمجاعة في تهامة وغيرها هو الحصار البحري والجوي الذي يفرضه التحالف، بينما هناك من يؤكد أن كافة المنافذ والموانئ مفتوحة لحركة الاستيراد والتصدير وكل شيء مسموح به عدا السلاح، وأن مزاعم الحصار تلك ليست صحيحة. هنالك على الشريط الساحلي الغربي الممتد لثلاثة مئة كيلو متر ينتشر نحو مليون نسمة، كان البحر يمثل المصدر الرئيس والوحيد لمعيشتهم. حياتهم تدهورت منذ اجتياح الميليشيا للحديدة في أكتوبر 2014. سيطرت الميليشيا على موارد المحافظة وفرضت المشرفين على مؤسسات الاصطياد، ولم يعد من السهل الحصول على المحروقات لقواربهم، وفرضت عليهم الجباية للمجهود الحربي وبعدها للبنك المنهوب. وفي المقابل تكررت غارات التحالف الخاطئة على قوارب صيادين لا دخل لهم بالحرب. أكثر من 155 قاربا أحرق ودمر في عرض البحر، لم يستشعر أحد هول ما لحق بهم وبأطفالهم. وفي ظل هذا التدهور المعيشي وانتشار المجاعة في جنوب تهامة، ما حجم المعاناة التي انعكست على حياة الصيادين بعد انعدام مصدر معيشتهم؟ وما البدائل التي لجأوا لها ليعيش أطفالهم؟ ولما لم تظهر الجهات الخيرية والإغاثية إلا بعد انتشار صور ضحايا المجاعة وسوء التغذية القاتل؟ وهل هو جوع أم تجويع؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها اليوم في حلقة اليوم من بين قوسين. في البداية دعوني أرحب بضيوفي، ضيوف الحلقة سيكون معي عبر سكايب من الهند الدكتور عثمان العيدروس، وهو باحث في التنمية الاقتصادية، وسيكون معنا عبر الهاتف من الحديدة محمد الحسني، وهو رئيس ملتقى الصيادين وناشط في قضايا الصيادين، وسيكون معي أيضا من الرياض الأستاذ عبد الله أبو الغيث، وهو محافظ الحديدة، وسيكون معنا من صنعاء الأستاذ زيد العلاية، وهو مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم ضيوفي. وبداية نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود. بداية بك ضيفي الكريم من الهند الأستاذ عثمان العيدروس، أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا بالإخوة في قناة سعيد، في قناة بلقيس، وكذلك المقدمة أمالي، أهلا بك بجميع المشاهدين والمشاهدات. سيدة عثمان، وأنت باحث في التنمية الاقتصادية، بداية اطلعنا على الوضع الحقيقي والوضع الإنساني والاقتصادي الذي تعيشه الآن أبناء الحديدة وأبناء تهامة بالذات. بداية كما تعلمون بأن الحالة الذي وصلت إليها اليمن وتهامة خاصة نتيجة الظروف الكل يعلم بها والذي كان متأمل السبب الرئيسي فيها هو ما تسبب في الانقلاب أو في عفاشي، وما ترتب على ذلك من تدهور جميع النواحي التنموية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، كان لذلك أثرا سلبيا ملموسا في جميع نواحي الحياة. لكن لماذا بالضبط تهامة؟ ولماذا بالضبط الشريط الساحلي في تهامة هو من ظهرت فيه تلك الصور المفجعة الحزينة الكارثية لهؤلاء الناس، لهؤلاء المواطنين، لأهلنا هناك؟ وكأننا نشاهد صور من القرن الإفريقي، وكأننا نشاهد صور في عالم آخر، لا يكاد المستمع أو المشاهد يصدق بأن تلك الصور هي في الأرض الطيبة
في أرض الخيرات في سلة نعم اليمن. سيد عثمان عفوا على المقاطعة، سنأتي إلى هذا حلقة مقسمة إلى محاور، سنأتي إلى هذه النقطة. بداية نحن نود أن نعرف الوضع في تهامة، أن تصفه لنا مما يعاني الناس، ما الذي يحتاجونه هناك، كيف هو وضعهم، ما الذي أوصل الحالة بهم لنرى صورهم بهذا الشكل؟ هو طبعا الذي جعل من حالة التغذية أو المجاعة تنتشر وتصبح بهذه الأرقام المفجعة والأرقام الكارثية، منظمة اليونيسف بتعلن أنه في أسوأ الأحوال وفي الطوارئ تكون 15% حالة سوء التغذية. الآن في تهامة وصلت إلى 30%. نعم. أكثر من 100,000 طفل الآن مهددين بالإصابة بسوء التغذية. السبب الرئيسي إلى ذلك هو وجود هذه الميليشيات التي دخلت، التي اقتلبت على أرض الواقع، وعدم قيامها بدورها كسلطة الأمر الواقع في عملية التنمية، في عملية الإغاثة، في عملية تجهيز الناس بما يحتاجون. إضافة إلى أنه عوامل سابقة من خلال الأنظمة السابقة وخاصة النظام العفاشي وما قبله نظام آل حميد الدين في 1928، حينما جعلوا أهل هذه المنطقة في عملية جهل، في عملية فقر، في عملية تخلف. سوء التغذية هو لم يكن في اتهامه خلال السنتين هذه أو 3 سنوات، لكن هو ازداد خلال هذه الفترة بصورة أكبر. يعني خلال 4 سنوات نقص من 30% إلى 21%، لكن ما الذي أدى إلى أنه أن يوصل إلى 30%؟ هو الوقت اللي احنا نعيشه والظروف التي احنا نعيشها والذي متسبب فيها هذا الانقلاب بالدرجه الرئيسيه، ثم كذلك تحمل التحالف جزء من هذا. نعم. من هذه المشكله. نعم سيد عثمان، سناتي لهذه النقطه، ولكن اسمح لي الان ان نذهب الى الحديده، الى مكان الوضع المأساوي، ليكون معنا من هناك رئيس ملتقى الصيادين الاستاذ محمد الحسني. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بكم سيدتي الفاضلة وبضيوفك الكرام. أهلا بك. حدثنا بداية عن وضع الصيادين الآن في تهامة، بحكم أن الصيد هو كان المصدر دخلهم الأول والرئيسي في المحافظة، كيف هم الآن الصيادين في ظل هذه الأوضاع؟ نعم سيدتي الفاضلة، تداعيات الحرب انعكست سلبا على الصيادين، ولا أقول بمنطقة بحد ذاتها، ولكن نستطيع أن نجزم وأن نؤكد أنه من نيجي إلى المندب. نعم. على مدى طول شريط الساحلي في البحر الأحمر. هناك الكثير من الأمور والمناغصات التي عاشوها الصيادين في فترة سابقة إلى أن وصلنا إلى المرحلة الراهنة ووضعهم المعيشي الذي يزداد سوء يوم بعد يوم. نعم. هناك عوامل كثيرة. نعم، هل توقفت عملية الصيد تماما؟ لا يستطيع ممارسة مهنة الصيد أبدا؟ نعم، ممارسة مهنة الصيد طبعا لم تعد كما كانت في السابق، لأن كثير من الصيادين خسروا قواربهم وبالتالي خسروا أعمالهم. هناك أيضا عدد 100 وأكثر من 180 صياد معتقل في إرتيريا. نعم. أسرهم لا تجد ما تأكله، لأنهم هم يعتبروا مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر. هناك أيضا صيادين قضوا في البحر، إما بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب اصطدام السفن التجارية بقوارب الصيادين البسيطين. هناك عدد أيضا من الصيادين يشعرون بالخوف، لأنهم أحيانا تأخذهم البارجات والأساطيل، وهذه أدواء بالنسبة لهم جديدة، أجواء حربية جديدة، ليس لهم لا علاقة لا ناقة ولا جمل بالموضوع. نعم. وإنما يتعلق رصدهم بالبحر ليس إلا. نعم، تحدثت ربما عن معتقلين، أليس كذلك؟ هل لك أن تسمي لنا أسماء؟ من المعتقلين هناك أسماء كثيرة جدا، سالم أحمد المحاربي وطاقم بحريته، كذلك ما نسويه بحباش يعني احمد علي الحريصي وغيره كثيرين.
نعم، بالعودة إلى موضوع الصيادين وظروفهم التي تأثرت بسبب الحرب، هل هنالك بدائل أخرى لجأوا لها؟ كيف يعيشون؟ لا طبعا، لم تنتشر ظاهرة المجاعة في ساحل تهامة إلا بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب والأمل بالانفراج. طبعا بعضهم لجأوا للاحتطاب وهي يعني لا تكفي بقيمة وجبة واحدة نظرا لعدم وجود معه ما يعينه على حمل احطاب يعني نعم. زائدة عن حمله الشخصي. الوضع للأمانة يعني للأمانة نعم. يعني سيء وقد يتحول إلى أسوأ. نعم، إذن سيد محمد ابقى معي واسمح لي لأن أعود إلى الأستاذ عثمان العيدروس. عودة إليك أستاذ عثمان، لماذا يجوع أبناء تهامة ومعهم ميناء يعني من أهم الموانئ يعني في المنطقة وعلى البحر الأحمر، تقدر إيرادات الميناء شهريا ب 15 مليار ريال، يعني كيف يجوع أبناء من يسكنون قرب أهم المنافذ البحرية في المنطقة والمنفذ الرسمي الوحيد المتاح لدخول البضائع والسلع والمساعدات والإغاثة؟ يا أستاذة، كل المتابعين والمهتمين والمستمعين يعرفون بأن تهامة بموقعها الجغرافي وخدماتها وزراعتها ومينها مواردها البشرية والطبيعية غنية بذاتها، لكن تهامة مورس عليها منذ عقود سياسة التجهيل، سياسة التهميش، سياسة الإقصاء، لم تتمكن لا كل الأنظمة السابقة ما عدا بالنظام المرحوم الحمدي لم تعمل على عملية تنمية الإنسان التهامي، جعلوا في عملية تخلف. نحن ما زلنا في داخل تهامة نعيش في العصور الحجرية بعيدين عن جميع الخدمات، وتريد من الإنسان التهامي في الأخير أن يدير محافظته أو يدير أموره، رغم أنه لو تمكن هذا الإنسان التهامي لأدارها بأروع ما يكون. وإن شاء الله بوجود الإدارة هذه الحكيمة الجديدة الشرعية سيكون لتهامة المستقبل. دعيني فقط أعرج لك إلى نقطة مهمة. قررت بلدية استضافتني قبل 6 أشهر في قضية الصيادين. نحن قلنا أن التحالف عندما ضرب الصيادين وأكثر من 155 قاربا لم يوجد البدائل لهؤلاء، والسبب كما تعرف الميليشيات الإنقلابية، لكن هذا الصياد ليس له لا ناقة ولا جمال. نعم، ما تريدين لهذا الصياد ان يوجد له كعمليه مصدر دخل له او سيد عثمان عفوا كان سؤالي عن سيد عثمان عفوا على المقاطعه سيد عثمان كان سؤالي عن ان الآن الميناء ميناء الحديدة هو الميناء المعلن رسميا لدخول السلع والبضائع والمساعدات، هذه المساعدات كيف تدخل من جنب هؤلاء الجوعى ولا تصلهم ولا تصل إلى المحتاجين هؤلاء؟ كما تعلمين بأن من يسيطر على الميناء وسلطة الأمر الواقع في المحافظة هي السلطة الانقلابية، وهذه السلطة وحكم أهل الهضبة لا يعنيهم تهامة ولا يعنيهم أهلها ولا يعنيهم حتى مأساتها. لا يفكروا إلا فقط في الجباية فقط. تفضل، تفرض جباية على هؤلاء رغم أنهم لا يجدون ماذا يأكلون؟ نعم، لا يفكروا إلا فقط في عملية الاستثمار والسوق السوداء كما تعرفين، وأن كل ما يوصل لهذا الميناء يرسل فيه إلى مراكزهم وإلى جبال صعدة وإلى مناطق، أما تهامة فهذا الأمر لا يعني. لذلك أنا أوجه دعوة إلى أبناء تهامة، هي فرصة لهم أن ينتفضوا، وأن المارد التهامي وأبناء الزرانيق وكل أبناء تهامة فعلا أن يكون لهم دور حقيقي في مواجهة هؤلاء، كما ثار أحفاد الزرانيق وأحفاد منصر ضد حكم آل حميد الدين، فإن أحفادهم إن شاء الله سيمشون على نفس النمط وسيكون لهم دور في الأيام القادمة. نعم سيد عثمان، إذا تفضل بالبقاء معي أنت والسيد محمد الحسني. نذهب الآن لمشاهدة آراء عدد من المشاهدين حول الوضع المعيشي لسكان الساحل للصيادين ومعاناتهم، نتابع ثم نعود. 50% بس هو تغذية حال، والباقي على المتوسط حوالي 20%. تمام، لكن في المناطق البعيدة الحوائط أو المزارع أو الآخر أو المناطق يعني المناطق البعيدة حوالي يعني 50% 60% هذه المناطق البعيدة عن الوحدة. ارتفاع المشتقات النفطية وإلى انخفاض الأسعار وزاد معدل البطالة
في المنطقة مما أصبح المواطن يعاني معاناة صعبة في توفير لقمة العيش، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الإصابة بسوء التغذية، وأصبح الأطفال مستهدفين، حيث أن يعني مكتب الصحة سجل حالات وفاة كثيرة نتيجة الإصابة بهذه النتيجة سوء التغذية. احنا من منطقة المتين ولا ملكنا شيء، لا صحية ولا علاجة ولا كهرباء ولا مشروع. احنا أميين، خلي احنا عندنا لا ماي، خلي الماي والكلاب والناس كلنا نؤمنه. في هذه القرية البقعة كلهم من وضع سالم، كلهم هنا من وضع سالم، كلهم أمراض، والشغل عندنا يعني ضعيف، ما يشتغلوا، أما في الكبار أما في كذا ما يشتغلوا ولا يشتغلوا أي شيء. إذن بالعودة إليك أستاذ محمد الحسني رئيس ملتقى الصياد، لعلك استمعت معنا لحديث هؤلاء البسطاء لا شيء يصلهم. أنتم في موقعكم هذا رئيس ملتقى الصياد، يعني أنتم تعبرون عنهم، تمثلون صوتهم. أنت تحدثت أن التحالف كان له دور في الحالة التي وصل إليها الصيادين عن طريق استهدافهم لبعض القوارب ولتحويل مناطق الصيد إلى مناطق عملية عسكرية وغيرها من هذه الأمور. ألا يتحمل التحالف جزء من الحل بما أنه جزء من المشكلة؟ ألا يتم التواصل معهم لإنقاذ هؤلاء؟ سيدتي الفاضلة، أتمنى أن لا نصنف لموالاة سين أو صاد، هذه واحدة. هناك جملة من القرارات. سيد محمد، أنا لم أصنف ولكن أقلت أنكم من موقعكم قد توصلوا أصوات هؤلاء المشاهدين والمشاهدين. نعم، تفضل. ما أعيد أن أقوله أن هناك جملة من الجهود التي بذلت في رفع معاناة الصيادين، ومنها تنازل الدولة عن حقها وعائداتها بالنسبة للصيادين، وبقاء 1% اللي هو نسبة لفرض الساحة للنظافة والعمال وبعض الموظفين، هذه واحدة. الشيء الثاني، هناك ترتيبات جيدة من خلال توفير المشتقات النفطية وتنظيم رحلات الاصطياد إلى ما هنالك، يعني من أمور في هذا الجانب. كذلك هناك جهود يعني طيبة قامت فيها الأخت أشواق محرم، وهي كانت التي أحدثت ضجة كبيرة حول هذا الموضوع. أنا أنقل لها الشكر والتقدير لجهود التي بذلتها في إغاثة الناس والوقوف إلى جانب الأسر الذي. نعم سيد محمد، من يتحمل المسؤولية؟ بالنسبة للداخل، راح نعيش حالة من الحصار ونعيش حالة من القصف، يعني إذا لم أقول بالساعة فنحن في كل 10 إلى 12 ساعة. نعم. هناك استهدافات لكثير من أمور الحياة ومن متعلقات الأعمال الخاصة بالموظفين. هناك الآلاف من العمال الذي سرحوا من أعمالهم نتيجة استهداف مواقع أعمالهم. وهناك الكثير من المخاوف الآن نعيشها في ساحة تهامة. لا أستطيع أن أحمل الداخل لأني أرى جهود تبذل في هذا الجانب، ولكني فقط أستغرب إلى تسييس بعض المواضيع وتحميلها إلى سين أو صاد دون أن نتطرق إلى الحلول. يا سيدي، نحن نعيش مشكلة، فما هي الحلول؟ إذا لم تكن في الجانب السياسي ولا علاقة لنا بهذا الجانب، الحلول سيد محمد هي عندما نستوقف الأسباب لنعرف الحلول لها عامة. سيد محمد الحسني رئيس ملتقى الصيادين، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد عثمان العيدروس، الأستاذ محمد يتحدث أن ليس الوقت الآن للوقوف على المسببات وإنما على الحلول. برأيك أنت ومن خلال حديثك عن المسببات في الفقرة الأولى، من يتحمل المسؤولية يعني من الذي يتحمل مسؤولية أيضا إيجاد حلول لهذا الوضع؟ أي حلول لا بد من الوقوف أمام المسببات. نعم.
ومسببات ما آلت إليه اليمن واتهامة خاصة والمقاعة في الشريط الساحلي هو عملية الانقلاب. نعم. ولكن لكي نكون منصفين، نحن التحالف يتحمل جزء من ذلك من خلال يعني التحالف عندما يركز الملك سلمان مشكور بتبرعه بمئة ألف سلة غذائية، ما الذي تعمله هذه السلة الغذائية وهذا المواطن وهذه الأسر وهذا الصياد فقد مصدر عيشه؟ نعم. إن لم يكن هناك بدائل، وضع البلاد الاقتصادي ركود، أين سيذهب هذا الصياد وفقد حرفته الذي هو يشتغل فيها داخل البحر والذي لا يفقه إلا تلك المهنة وتلك الحرفة يعني؟ فبالتالي على مركز الملك سلمان، على دول التحالف أن توجد حلول لهؤلاء الصيادين، كذلك على القوى الانقلابية الموجودة في سيد عثمان. السيد محمد الحسني قال أن الصيد، أن البحر مفتوح للاصطياد، إذا ما الذي يمنع الصيادين من الاصطياد؟ البحر ليس مفتوح مثل السابق. مسألة الصيد، ولو كان الأخ محمد الحسني حتى له مجال سيوضح لك، الصياد له مجال محدد. نعم. للصياد بعد دخول قوات التحالف الى ساحل البحر الاحمر، واصبحت معظم المناطق منطقه حظر ومنطقه حرب، ولا يستطيع الصياد ان يقرب تلك المناطق، وبالتالي فاصبح عمليه الصيد لو مارست الاصطياد غير مجديه مع ارتفاع الديزل والبترول وارتفاع التكاليف والمعيشه. نعم. اذا سيد عثمان، اسمح لي لان اشارك معنا في هذه الحلقه سياده عبد الله ابو الغيث، وهو محافظ محافظه الحديده، وهو ينضم الينا عبر الهاتف من الرياض. مرحبا بك سيد عبد الله. اهلا وسهلا، يا مرحبا، اهلا بك. بدايه، ما حقيقه قول الميليشيا ان هنالك حصار مفروض على حصار اقتصادي مفروض على المنطقه، وانه هو السبب المجاعه والوضع الاقتصادي المتدهور والانساني الذي وصلت اليه الحديده وتهامه عامه خاصه؟ صحيح، هناك حصار من قبل الميليشيات الانقلابيه، هي التي تفرض الحصار على المدن وعلى القرى وعلى الشركات وعلى المؤسسات الاقتصاديه. نعم. والقوى الانقلابية هي التي عطلت الحياة تعطيلا كاملا، فتوقفت الشركات وتوقفت الأعمال وتوقف البناء. نعم. وكثير من الشركات ورجال الأعمال غادروا البلد. فالانقلاب هو الذي يفرض الحصار هذا على شعبنا وعلى أمتنا. نعم. إذن أزاء هذا الوضع الإنساني الكارثي، أنت كمحافظ لهذه المنطقة التي الآن تموت جوع وتموت بالأمراض والأوبئة، أنت كمحافظ ما الذي قدمته لمواطنيك؟ والله نحن تواصلنا مع الجهات المانحة ووجهنا عدد من النتائج من النداءات محليا واقليميا ودوليا، وانا اعتقد الله اعلم انه هذه النداءات وهذا التواصل بدات تؤتي ثمرتها، اذ تنبه العالم سواء عندنا في الداخل او في الاقليم او في العالم، تنبه العالم ان هناك فعلا كارثه وان هناك مجاعه، وانه ينبغي لهذه القوى محليا واقليميا ودوليا ان يكون لها دور في معالجة والوقوف إلى جانب اليمنيين لمعالجة هذه الكارثة التي يتعرضون لها. لكن أقول أنه نعم. إذن سيادة المحافظ، أنت تقول الآن أنكم كحكومة شرعية المسؤول الأول تجاه المواطن بغض النظر عن كافة بقية الأسباب، أن ليس بيديكم غير إطلاق النداءات؟ اي نعم، ليس بعيدين، لانه يعني نحن نخاطب الضمير المحلي والاقليمي والعالمي ان يقوم بواجباته يعني لكسر هذا الانقلاب، ونحن نعتقد انه حتى المساعدات هذه من الخيرين محليا واقليميا ودوليا مشكورين على هذه المساعدات، لكنها لا تحل المشكله، المشكله كبيره جدا وكل يوم وهي مع الاسف الشديد تتفاقم، وبالتالي لا بد من البحث عن اسباب هذه المجاعه وهذه الكارثه، والسبب الرئيسي هو الانقلاب، فإذا أردنا الحقيقة أن نحارب أو أن نسهم في علاج هذه الكارثة لابد أن نبحث عن السبب ونعالج السبب، والسبب هو الانقلاب. وأين هو دور اللجنة العليا للإغاثة؟ اللجنة العليا للإغاثة مشكورة الحقيقة، تنسق مع التحالف العربي ومع مركز الملك سلمان ومع منظمات الأمم المتحدة، وتأتي بعض المواد الإغاثية، ولكننا لم
لم نلمس أي تصاريح أو أي أعمال على الأرض إلا بعد أن طلعت هذه الصور للناس في تهامة. يعني عبد الرقيب فتح، السيد عبد الرقيب فتح لم يظهر ليتحدث إلا بعد أن أصبح الوضع بهذا السوء، ورسميا لم تشكل حتى أي لجنة إلى الآن، ولا يوجد أي تحركات فعلية على الأرض. الحقيقة يعني ليس دفاعا عن الحكومة الشرعية أو السلطات المحلية، وليس دفاعا عن التحالف العربي، لكنهم يقومون بجهد كبير. لكن لعلمك أن كل ما يأتي من مساعدات يتعرض للنهب وللعبث من قبل الميليشيات التي تصادر كل شيء، ولا تسمح يعني بإيصال هذه المواد الغذائية لمستحقيها وللمنكوبين من أبناء شعبنا. المواد الغذائية والإعانة التي تأتي يسيطر عليها الحوثيين ويوجهونها للجهة التي يريدونها. أليست من مسؤوليتهم ضمان، أليست من مسؤوليتهم أيضا ضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين؟ بلى، هذا واجبهم، هذا واجبهم أن يقوموا بإغاثة هؤلاء الناس. لكن هؤلاء يعني ليسوا مشروع حياة، هؤلاء مشروع موت، هؤلاء مشروع إبادة، ليسوا مشروع حياة، ليسوا مشروع سلطة ولا دولة ولا حكم ولا نظام. إن كانوا هما مشروع موت سيدي المحافظ، إن كانوا هما مشروع موت فلتكونوا أنتم مشاريع حياة، فلتمدوا أيديكم بالحياة لهؤلاء الناس الذين يموتون جوعا. نحن نبذل كل ما نستطيع بالتعاون مع الخيرين محليا وإقليميا ودوليا، لكن الكارثة كبيرة جدا. وأنت تعرفي أن سكان الحديدة ما يقارب 3 مليون شخص، هؤلاء معظمهم فقراء، معظمهم مساكين، معظمهم يعتمدون على قوت يومهم. نعم. لم نجد معالجات للقضاء على سبب هذه المجاعة، فإن المجاعة ستتفاقم ولا سمح الله. نعم، إذا سيد المحافظ ابقى معي لو تكرمت واسمح لي لأن أعود إلى ضيفي في السكايب السيد عثمان. إذا سيد عثمان لعلك استمعت لكلام المحافظ، محافظ الحديدة التي تقع تحت المعاناة، يقول بأنه ليس بيدهم كحكومة شرعية سوى أن يطلقوا النداءات والتنسيق مع الجهات الإغاثية والمنظمات الدولية لإغاثة الناس، وبالأخير لا تصل هذه الإغاثات إلى الناس وتستولي عليها الميليشيا. حقيقة أحب أن أوجه في البداية رسالة شكر وتقدير إلى محافظ الحديدة الإداري الناجح الأستاذ عبد الله محمد أبو الغيث، حيث أنه وجدنا أن هناك جهود غير عادية من خلال تدشين حملة وهاشتاج لبيك تهامة الذي دشن أمس مع عدد من القنوات الفضائية، والذي استطاع أن يسلط الضوء حول المعاناة الحقيقية للشريط الساحلي ولأبناء تهامة عموما، وهذا شيء يحسب لهم. الأمر الآخر هو تكلم بكل شفافية لأنه فعلا سيد عثمان إطلاق الهاشتاجات، سيد عثمان إطلاق الهاشتاجات هي مسؤولية الناشطين الذين ليس بيديهم سلطة. نحن نتحدث عن سلطة شرعية تكتسب شرعيتها من هؤلاء الناس. يا أستاذة دعينا نتكلم بكل وضوح وشفافية. تفضل. سلطة شرعية لكن غير موجودة نظرا لوجود انقلاب في أرض الواقع. نعم. يعملون بكل جهودهم وفي ظل الإمكانيات التي بأيديهم، ما يعني هم ينتظرون فقط عملية إزالة هذا الانقلاب أو المشاركة في عملية إزالة هذا الانقلاب، أوكي، وبعد ذلك يتحملون دورهم. لكن الآن حتى وهم إن كانوا في الخارج وسلطة شرعية يجب أن يقوموا بدورهم من خلال المناشدة، من خلال التوفير، من خلال السعي إلى القضاء على هذا الانقلاب. نعم. فبالتالي هم غير معفيين، لكن نلتمس منهم ان يساهموا بهذا الشيء. والامر الاخر الذي احب ان اشير اليه، كل هذه المساعدات التي سوف تاتي الى تهامة والتي سياتيها مركز الملك سلمان او المانحه، الى اين ستذهب؟ ستذهب الى ايادي الانقلابيين. هم من نعم وصلت الفكره سيد عثمان، استسمحك انت وسياده المحافظه ان نذهب لمشاهده جرافيكس خاص اعده بعض الزملاء حول الموضوع.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأهلا بك سيادة المحافظ عبد الله أبو الغيث. بالعودة إلى الموضوع، هل أنتم لديكم مكاتب تنفيذية في الداخل تأتمر بأمركم كسلطة شرعية يمكنها العمل على الأرض؟ شكرا جزيلا. أقول أختي الكريمة أنه الانقلاب عطل كل المؤسسات الدولية وكل مؤسسات المجتمع وحتى المكاتب والإدارات التي تعمل، مع الأسف الشديد أنهم عطلوا فيها الكفاءات وجاءوا بمشرف في كل مؤسسة من المؤسسات، أتوا بمشرف في كثير من المؤسسات. هذا المشرف ربما لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه مع ذلك يتحكم في المؤسسة بقوة الحديد والنار ويعطل عمل المؤسسات وعمل الحكومة. وأنتم تعرفون أن البلد كانت في خير إلى أن جاء هذا الانقلاب المشروب، وهو الذي أوصلنا إلى هذه النتائج. نعم. إذن نعم. هل هنالك تقييم كامل وواضح للحالة الإنسانية في الحديدة على الأقل حتى تتناسب دعواتكم للإغاثة والإغاثة التي ستصل مع حجم المعاناة الموجودة على الأرض؟ هل هنالك تقييم واضح ليكون هنالك إغاثة بحجم هذه الكارثة والوضع؟ نحن نتواصل الحقيقة مع الشرفاء ومع المعنيين في الداخل ونجمع هذه المعلومات، لكن الذي أود أن أؤكد عليه أن الكارثة كبيرة مع الأسف الشديد وكل يوم تنتشر، ولعلك تابعت أن الكارثة هذه بدأت في منطقة تم مديرية السحيكة، ثم توسعت إلى الخوخة، ثم إلى جديد، ثم انتقلت الآن إلى المقلاف وإلى المنيرة. ومع الأسف الشديد أنه إذا يعني لن يقضى على سبب الانقلاب فإن هذه الكارثة لا سمح الله، نحن لا نبشر إلا بخير، لكن الواقع يقول أنه إذا لم يتم القضاء على الانقلاب والانقلابيين وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي فإن هذه المجاعة لا سمح الله ستنتشر. سيادة المحافظ، على الأقل يمكنكم التنسيق مع التحالف لتأمين مناطق الصيد ليعود الصيادين إلى مصدر دخلهم الرئيسي، والتفكير أيضا بحلول أخرى قد تساعد، ولكن هذا كعمل الآن آني. سيدتي الكريمة، أنت تعرفي أنه ليست المشكلة يعني ما التحالف، والتحالف لا يمنع الصيادين، لكن مع الأسف الشديد أن الصيادين ما عادوا يقدرون أن يدخلوا البحر أو يصطادوا لأن المحروقات يعني غالية جدا، والناس لا يملكون الفلوس لشراء هذه المحروقات. ثم إذا ذهب الصياد وأحضر قريبا قليلا من السمك يشاركه هؤلاء الانقلابيون في قوت يومه وفي مدخوله البسيط المتواضع، وبالتالي نعم الصيد والاصطياد لا يقوم لن يحل مشكلة في هذا الوقت الحالي في ظل الظروف التي يفرضها الانقلاب والانقلابيون. نعم سيدي المحافظ، أنا أتحدث عن التحالف وعنكم كجهة رسمية نستطيع التواصل معها ولومها، أما الميليشيا لا نستطيع لومها أو التواصل معها لأنها بالأخير هي ميليشيا. نتواصل معكم ونتحدث معكم بهذه الطريقة لأنكم السلطة الشرعية التي تتحدث باسمنا. عامة في حديثك عن أن السبب الرئيسي هي سيطرة الميليشيا وأنكم لا تستطيعون فعل أي شيء على الأرض بسبب تواجد الميليشيا، إذا لماذا الحديدة ليست ضمن معركتكم الكبرى لاستعادة الدولة وتحرير اليمن عامة؟ لماذا الحديدة معركة مؤجلة؟ ليست مؤجلة، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقومون بدورهم، وإن شاء الله تعالى لعلنا نسمع إن شاء الله تعالى في الأيام القريبة القادمة ما يثلج الصدور بالتعاون مع الشرفاء والأحرار والوجاهات والمشايخ والأعيان ورجال الجيش الوطني ورجال أمن البواسل الموجودين في الداخل. إن شاء الله تعالى سينكسر الانقلاب في القريب العاجل إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يفرجها قريبا بحول الله تعالى وقوته، ثم بجهود الأحرار والشرفاء والعاملين في الميدان وعلى الأرض. نعم، إذن سيد المحافظ، إذن ما الذي يمكن أن تقدموه خلال الفترة القادمة؟ يعني هل هنالك تحركات للإغاثة خاصة في المجال الصحي وانتشار الأوبئة الآن؟ نحن نتواصل الحقيقة مع وزارة الصحة في الحكومة، ووزارة الصحة تتواصل مع دول التحالف، ولن إن شاء الله تعالى نوفر كل ما نستطيع توفيره من مواد يعني طبية ومن علاجات ومن إسعافات أولية، وسنوافي بها المستشفيات والمؤسسات الموجودة على الأرض، ولو أننا مع ذلك نعرف أن جزء كبير سيتعرض للنهب وللعبث من قبل هؤلاء الميليشيات، لكن لا بد أن نبذل جهدنا في إيصال هذه المواد لتبرأ ذمة الحكومة الشرعية والسلطات الشرعية، وبعد ذلك سيتحمل الانقلابيون هم المسؤولية. شكرا. نعم، إذن سيادة محافظ الحديدة،
السيد. إذا محافظ الحديدة سيد عبد الله أبو الغيث، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إليك سيد عثمان، لعلك استمعت لحديث المحافظ. إذا أنت كباحث وكأحد أبناء هذه المنطقة، ما هو تقييمك للدور الحكومي؟ الدور الحكومي مثل ما ذكرنا نحن بأن الحكومة هي موجودة في الخارج، وممكن نحن نلمس منهم دور حقيقي خاصة بالنسبة لاتهام القيادة للمحافظة وإقليم اتهامها وقوى المقاومة، أن يتم الضغط على دول التحالف وأن يتم التعامل مع اتهامها مثل التعامل مع بقية المناطق التي تقع في أخطاء التحالف، ولا يكون التعامل بمكيالين أو بمعيارين. هناك مجازر حصلت للصيادين، هناك اسقاط حصل في سوق الهنود، في زبيد، في الخوخة، في المخا، في كل مكان لم يتم التحقيق فيه، لم يتم الاعتراف فيه، لم يتم تعويض الناس. لكن عندما حصل خطأ واحد في صنعاء فقط في القاعدة الكبرى، رأينا كيف الأمم المتحدة كان لها دور، رأينا كيف التحالف أقر والتزم وتكفل بتعويض الناس. لماذا التعامل بمكانين؟ نحن نقول للسلطة الشرعية وللمحافظة المحافظة الضغط على قوة التحالف، نحن مع الشرعية، واتهامة تريد لها ثأر خاص مع هذه القوى الإمامية منذ 1928، وهي مع الجمهورية، وهي مع النظام الديمقراطي، وهي مع الشرعية. لكن يجب أن تقوموا بدوركم. نعم. 155 صياد الآن بدون القارب، نريد تعويض هؤلاء، نريد التنسيق بين قوى التحالف وبين هؤلاء الصيادين، نريد نعم. الآن الإغاثة. سيد عثمان اسمح لي لأن أشارك معنا في الحلقة الأستاذ زيد العلي، وهو مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. مرحبا بك سيد زيد. أهلا وسهلا بكم أختي. أهلا بك سيد زيد. كيف الحديدة الذي يوجد فيها ميناء الرسمي لإدخال المساعدات إلى اليمن عامة وتعيش هذا الوضع؟ لماذا لا تصل المساعدات إلى أبناء تهامة وإلى أبناء الحديدة؟ سيدتي الكريمة، احنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدينا مكتب مكتب موجود في الحديدة يقوم بتقديم المساعدات. احنا تكلمنا في 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 كثير من الأحيان وتحدثنا عن المأساة الذي حصل في منطقة الحديدة، وقام السيد مدير عام الطوارئ ومدير في حالات الإغاثة السيد ستيفن أوبراين، كان قبل أسبوعين أجا في زيارة اليمن، وكان من أهم المناطق التي زارها هي منطقة الحديدة، وقام بالاطلاع على الميناء، وقام بالاطلاع على المناطق التي ضربت، وقام بالحديث مع الصيادين، وتكلم مع ناس كثير، وزار المستشفيات، واطلع على حالات سوء التغذية الشديدة في منطقة التحيتة ومناطق مختلفة. هناك بحسب تقرير من اليونيسف هناك ما يقارب من 2.1 مليون شخص يعانون من سوء تغذية حاد. من هؤلاء الناس 1.5 مليون طفل، منهم 370 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد شديد. إن كان هذا هو الوضع، أين دور المنظمات وأنتم وأنت تقول أنكم متواجدين في الحديدة ومكتبكم يقوم بعملية في الحديدة، إذا لماذا هذا الوضع؟ مرة ثانية نقول الأمم المتحدة ما تستطيع تساعد كل الناس. إحنا في بداية سنة، من بداية إلى أغسطس، قمنا بتقديم مساعدات مباشرة إلى ما يقارب من 4 مليون، مساعدات غذائية إلى ما يقارب من 4 مليون شخص في اليمن كامل. نحن نعاني من فجوة شديدة في فيما يتعلق بدعم النشاطات الإنسانية. خطة الاستجابة الإنسانية قدمت التماس بمبلغ 1.63 مليار، ما وصل إلى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا يتجاوز 47%. هناك فجوة كبيرة بالاحتياجات الإنسانية في تزايد مستمر، ولكن الدعم المقدم للمنظمات العامله في المجال الانساني قليل وليس بالشكل المطلوب بما يتوقع. ولكن سيد زيد، حسب اراء الناس الذي كان معنا شريحه من الناس تحدثوا في القسم الاول من الحلقه، وايضا محافظ الحديده ايضا تحدث ان ما يصل شحيح جدا ولا يصل الى حجم الماساه الحاليه، وان الميليشيا المسيطره الان على المنطقه هي من تستولي على هذه المساعدات. أنا أدرك إنه حجم المساعدات لا يتناسب مع حجم المأساة، ولكن ما أقدرش أنا أتكلم معك وأقول لك إنه المساعدات الأمم المتحدة الميليشيا تقوم بالاستيلاء على المساعدات وبيعها في السوق السوداء يا أستاذ زيد. لا
عفوا اقول لك الامم المتحده لديها اجراءات صارمه جدا وتقوم بمراقبه كل شيء، ويتم التاكد باساليب من موظفي الامم المتحده انفسهم انه كل المساعدات تصل الى الناس المحتاجين اليها. اذا كيف الميليشيا تبيع المساعدات بالعلن في النهار في الاسواق السوداء، وانتم كما قلت مكاتبكم تشتغل في المكان ذات المكان؟ ارجع واعيد لك الكلام مره ثانيه واقول لك انه عمليه التوزيع بتتم بانظمه وبمعايير يشرف عليها موظفي الامم المتحده انفسهم. احنا ما بنخليش المنظمات توزع او كذا، احنا بنقوم بعمليه الاشراف من انفسنا. لذلك معنا مكتب ميداني في منطقه الحديده هو الذي يشرف على كل شيء ويقدم تقارير يوميه بكل ما يجري. انا مش عارف كيف الامر اللي بيتكلموا عنه انه يتم بيع هذه المواد الغذائيه في مكاتب لبرنامج الغذاء العالمي، في مكتب لليونيسف، في مكتب للاوتشا، هم بيشرفوا على هذه العمليات كلها كامله. نعم، إذن أنت تقول أن لا، أن الميليشيا لا تستولي على المساعدات والإغاثات ولا تقوم ببيعها في السوق السوداء؟ مش أنا الذي يقدر يحدد هذا الشيء، أنا مش في 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 موقع أقدر أقول لك إنه هذا يستولي. أنا بكلمك كمسؤول عن الشؤون الإنسانية، ما أدخلش أنا في هذه الاتهامات ولا أي شيء، أنا أكلمك عن الأشياء اللي بتقوم بها الأمم المتحدة. ولكن أستاذ سيد يهمنا نعرف أين تذهب هذه المساعدات، أستاذ سيد يهمنا أن نعرف أين تذهب هذه المساعدات وكيفية ضمان وصولها إلى المحتاجين فعليا. سيدتي الكريمة، إذا دخلت أنا في الكلام الذي أنت بتتكلمي فيه وأبدأ أتهم هذا الطرف أو بهذا الطرف، نعم، عملي الأساسي كشؤون إنسانية نحن لا نريد أن نصبح طرفا في الصراع، نحن نتعامل مع الناس، نتعامل مع السياسة الإنسانية. نحاول بالامكانيات المحدوده جدا لدينا ان نوصل المساعدات الى كل من يحتاج اليها. هناك نعم. قصور من اذا سيد عثمان دعني سيد زيد دعني انقل النقطه الى الاستاذ عثمان العيدرس، وهو من ابناء المنطقه ومن احد اكثر من يعرف عن الموضوع. استاذ عثمان، اذا السيد زيد العليا يقول ان المساعدات تصل الى المتضررين وليس هنالك سوق سوداء للميليشيا تقوم ببيع الاغاثه والمساعدات التي تصل الى المنطقه المنكوبه. حقيقة بالنسبة للمعونات الدولية التي تتبع الأمم المتحدة وكذا لا يستطيعها أن ينفذوا أي برنامج أو ينزلوا إلا بالتنسيق مع الميليشيات الإنقلابية وهي من توجه لهذا الشيء. ووصل إلينا أن الكثير من هذه أو جزء منها يتواجد عادة في السوق السوداء، والبعض منها أو قد يكون الجزء الأكبر توصل إلى هؤلاء الناس. لكن هل أن دور الأمم المتحدة هو كدور إحادي ليس لها كطرف في طرفية الصراع أن تعمل بشكل مستقل؟ لا، أنا أستبعد هذا الشيء. هي تعمل بالتنسيق المتكامل مع السلطة الإنقلابية الموجودة داخل المحافظة، وهي من تعطي لها الضوء الأخضر والرخصة لتنفيذ مثل هذه الحملات في مناطق معينة وبإشرافها. نعم، إذا سيد زيد بالعودة إليك، منذ سنين الموضوع ليس آني وليس مقتصر على هذه الفترة، منذ سنتين أو أكثر هناك تحذيرات منظمات دولية وأممية من الوضع في الحديدة وتهامة. أين كنتم خلال هذه الفترة حتى وصلنا إلى هذا الوضع؟ أستاذتي الكريمة، نحن نشتغل في اليمن معتمدة من قبل حتى هذا الصراع، معتمدة على المساعدة الإنسانية، معتمدة على المواد التي تستوردها ما يقارب من 90%. لما نتحدث عن هذا الشيء اقول لك انه نحن لدينا مكاتب ميدانيه في تعز، لدينا مكتب ميداني في صعده، لدينا مكتب ميداني في عدن. كيف ممكن ان ننفذ اعمالنا وانشطتنا الانسانيه في عدن كما كنتم تصلون قبل الازمه والانقلاب؟ كما كنتم تصلون بنفس الاليه، كنتم تعملون على الارض ولديكم اليات ومكاتب على الارض، اذا ما الذي يمنع؟ نحن نعمل يا اختي مع جميع الاطراف. نعم، أنا تكلمت معك، نحن منظمات. إن كنتم تعملون مع جميع الأطراف، إذن لماذا لا تصل المساعدات إلى هؤلاء الجوعى في تهامة؟ لماذا وصل بهم الحال إلى هذا الوضع حتى نرى صورهم بهذا الوضع، بهذه الحالة؟ هذا الوضع الذي جعل من مدير عام الإغاثة في العالم كامل السيد ستيفن أوبراين يأتي إلى اليمن ليطلع على الحالة من نفسه ونقل تقارير كاملة. هذا الذي خلى مثلا السيد جون جينغ مدير عام الإغاثة أيضا يأتي في زيارة اليمن ويزور محافظة الحديدة. الآن كلمتك أنا أنه هناك فتوى، إلى إحنا الآن في شهر 10 تقريبا، وشهر 10 منتهي، نعم، ولحد الآن لم يصل من المساعدات المطلوبة التي طلبتها المنظمات الإنسانية
ما يقارب من 47%. أنت شايفة كم الفجوة كبيرة جدا. هناك ما يقارب من 800 مليون. كتلة الغذاء طالبة ما يقارب من 23 مليون دولار من أجل منع تفاقم حالة سوء التغذية التي موجودة في اليمن كامل. نعم. إذن فجوة كبيرة. الاحتياجات الإنسانية بتتزايد. هل ستكون إذن في هذه المرحلة ومع هذه الفجوة الإنسانية وتفاقم الوضع، هل لديكم خطة خلال هذه الفترة لإنقاذ الأمر؟ نحن نشتغل الآن ونشتغل، وكثير من المنظمات الإنسانية الآن تعمل في محافظة الحديدة. بس الشيء يرجع أكيد لك القضية أنه نحن نعمل مع جميع الأطراف، زي ما في تعزب النسق مع المقاومة والنسق مع هذا الفريق ومع الطرف الآخر، بنتعامل إحنا مع جميع الأطراف. الشيء الأساسي والأجندة الوحيدة إذن لدينا. أنت تقول تعملون مع جميع الأطراف، وهذا بالفعل في تعز التي في المناطق التي الخاضعة لسيطرة المقاومة ووصلت المساعدات، لمذا لم تصل في تهامة وفي الحديدة؟ وصلت يا أخي، وصلت يا أختي، ولكن مش بالشكل لماذا؟ المطلوب الذي يتناسب مع حجم المعاناة. لماذا؟ مرة ثانية، هناك قصور في الدعم المقدم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني. اليمن محتاجة الأكثر. إذن في أكثر من مناسبة، السيد جيمي ماكولدريك طلع حط عسي في أولوياته والحديدة أيضا، ومطالبين المجتمع الدولي يلتفت إلى الكارثة الإنسانية الحادثة في اليمن فيما يتعلق بسوء التغذية، وطالب المجتمع الدولي أنه يلتفت إلى المشكلة الإنسانية في اليمن. شكرا سيد زيد، شكرا في هذا المجال. شكرا لك. عامة كنا نرغب أن نعرف لماذا هذا الدعم جيد في بعض المناطق وفي تهامة ليس جيد. إذن سيد زيد العلاية، مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك. إذن وبالعودة إليك سيد عثمان، لعلك استمعت لحديث السيد زيد العلاية بخصوص المساعدات التي تصل إلى تهامة والحديدة، ما هو تعليقك وكختام ما الذي تحتاجه تهامة بالضبط؟ منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة هو أقر بأن هناك تقصير في تهامة، وبأن المساعدات التي تصل لا تكفي، وأن هناك تنسيق مع القوى الإنقلابية في ذلك. نحن نتمنى أن الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الفترة القادمة تقوم بدورها. أكثر ما يحتاج لأبناء تهامة هو في الجانب الصحي لمعالجة هذه المجاعة في الأيام القادمة، من خلال الأدوية الغير متوفرة في السوق، من خلال الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم معالجة مرضى سوء التغذية بها. الأمر الآخر، نحن كذلك ما زلنا نؤكد كباحثين تنمويين اقتصاديين أن معالجة قضايا تهامة ومشاكل تهامة حاليا أو مستقبلا أو في الماضي هي التنمية الاقتصادية، هي التعليم، هي أن تهتم الحكومة الشرعية وأن يكون لها آلية فيما نعم. بعد أن شكرا جزيلا أن أبناء. شكرا سيد عثمان العيدروس، باحث في التنمية الاقتصادية. مشاهدينا الكرام، فيما يتصل بجمهورنا المتابع على صفحة البرنامج على الفيسبوك، فقد طرحنا تساؤلا عن أسباب التدهور المعيشي وانتشار المجاعة في بعض مناطق تهامة، وقد وردتنا إجابات مختلفة، اخترنا منها ما يلي من هذه الإجابات التي وصلتنا لعمر الجبلي الذي قال: غياب الدولة وسيطرة الميليشيا على كل مفاصل الدولة والتعامل معها بعقلية الفيد وتقليل الناب للموارد هو سبب الكوارث التي تعيشها تهامة خاصة واليمن عامة. كان هذا هو تعليق عمر. تعليق آخر من التعليقات التي وصلتنا عن السؤال لفاروق ثابت الذي قال أن أحد الأسباب هو توقف مصدر عيش الصيادين بسبب الحصار، كما أن جلب السمك قال في البحر كان يؤمن لهم وجبة طعام يومية، وهذا يعد أحد أكبر الأسباب أنهم لم يستطيعوا تأمين هذه الوجبة بسبب توقف الاصطياد. تعليق آخر لي حمزة اليماني قال أن الإهمال سواء من الإنقلابيين أو من الشرعية، وأيضا تغييب المنظمات الإنسانية والجمعيات المدنية والخدمية وعدم قيامها بدورها في ظل هذه الصراعات القائمة. كان هذا هو تعليق حمزة على سؤالنا. تعليق آخر ورأي آخر لحمدي القباطي قال فيه، حمدي قال: نهب ميليشيات الحوثي إيرادات المحافظة ومنع دخول المنظمات الإغاثية والإنسانية هذه المناطق باستثناء المنظمات التي تتبعهم فقط. إذن كان هذا هو رأي حمدي القباطي.
إذن مشاهدينا الكرام، بخلاصة آراء المشاركين عبر الفيسبوك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج بين قوسين. ليسني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي عبر سكايب من الهند الدكتور عثمان العيدروس، باحث في التنمية الاقتصادية، وكان معي عبر الهاتف من الحديدة محمد الحسني وهو رئيس ملتقى صياد وناشط في قضايا الصيادين، وكان معي من الرياض الأستاذ عبد الله أبو الغيث محافظ الحديدة، وبالأخير وكان معي أيضا من صنعاء زيد العلاية مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلاي وديع عطا في الإعداد وإلهام عامر منتجة الحلقة وكافة طاقم البرنامج. إلى اللقاء.